السلام عليكم الاصدقاء ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اصدقاء ديالي، من بعد ما حطيتكم التحركات ديال سفيان امرابط شاد طور تابع على يوسف نصيري وياسين بونو، اليوم اللي دخلوا رسميين ياسين بونو دار شي تصديات جيده، مي يوسف نصيري ما كانش في المستوى ديالو. المهم الاصدقاء ديالي، غادي نخليكم مع التحركات ديال هاد اللاعبين المغاربه، وعطونا الاراء ديالكم من خلال التعليقات. ما تبخلوش علينا بلايك، شجعونا كيف ديما. تحياتي لكم، خليكم مع الفيديو ونتلاقاو في المهم الاصدقاء ديالي. المباراه ما كانش في المستوى، مي الله غالب. المهم كنحطوا لكم سواء كانت مزيانه او لا عيانه. المهم ان شاء الله ولي براسكم بزاف، وكنتمنى ان شاء الله نشوفكم في فيديو احسن من هذا. كيف العاده كان معكم اخوكم انور برو، اي لاف يو.